انتقال الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلي. والطواقم الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية رهينة بيد آلة العدوان والدمار والقصف والاستهداف والحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدون رقابة حسيب أو مساءلة وأمام أنظار ومسامع المجتمع الدولي. هل إجلاء الأطفال الخدج المرضى والجرحى والطاقم الطبي من مستشفى الشفاء ليواجهوا مصيرهم المجهول؟ وكلنا نعلم أنه لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة، لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعابهم وعلاجهم. إننا نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي للسماح بنقل الأطفال الخدج والمرضى المتبقيين في مستشفى الشفاء إلى مستشفياتنا في الضفة الغربية أو مستشفيات جمهورية مصر العربية ليتلقوا علاجهم بين أبناء شعبهم وبين أبناء شعبهم وأشقائهم، ونحمل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وهنا نتساءل، هل منع دخول الأدوية وحرمان المرضى من حقهم في تلقي العلاج وحرمان الأطفال الخدج من الأكسجين وحرمان الأمهات من حقهم في الولادة الآمنة وحرمان مرضى السرطان من حقهم في تلقي أدويتهم وعلاجهم وحرمان مرضى غسيل الكلى من حقهم في تنقية السموم من أجسادهم، هل كل هذا هو ضمن حق ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟ إنه عدوان سافر وجريمة نكراء وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته. ماذا سيكتب التاريخ عن هذه الجرائم وعن تاريخ حقوق الإنسان؟ أين موقف الأطباء والكوادر الصحية والطبية في العالم مما يحدث بحق زملائهم في القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية؟ فقد كانوا بالأمس زملاء لكم على مقاعد الدراسة في أوروبا وأمريكا وروسيا والدول العربية. أدعو كل من له علاقة بالأنظمة الصحية الدولية من أطباء وممرضين وفنيين لإدانة ما يحدث والضغط باتجاه حماية الطواقم الطبية الفلسطينية والمستشفيات والمرضى. هنا أخاطبكم وأقول، هل تعلمون مدى الألم والوجع لدى أطبائنا وطواقمنا في المستشفيات في قطاع غزة حينما ينظرون في عيون المرضى وهم عاجزون عن تقديم الخدمة الطبية لهم؟ والسبب في ذلك قصف وحصار وعدوان من جيش الاحتلال بذريعة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لا تزال آلة التدمير والقتل الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم 43 من الحرب والعدوان على قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 11,500 شهيد، منهم أكثر من 5,000 طفل وأكثر من 3,200 امرأة وأكثر من 700 مسن، في حين وصل على الجرحى إلى أكثر من 30,000 جريح معظمهم من النساء والأطفال. ولكن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية إذا أن هناك تحت الأنقاض أضعافهم. كما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية من 7 من أكتوبر إلى 212 شهيد وأكثر من 2,800 جريح، حيث لا تزال قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه يمارسون عدوانهم الممنهج ضد أبناء شعبنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتي كان آخرها العدوان الأخير على مخيم بلاطة في نابلس والذي أدى إلى استشهاد 5 مواطنين إضافة إلى استشهاد مواطن في طوباس والعشرات من الجرحى. 26 مستشفى من أصل 35 توقفت في قطاع غزة، 26 توقفت تماما وخرجت عن الخدمة وباتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، إما بسبب استهدافها من قبل الاحتلال بشكل مباشر أو بسبب نفاذ الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي. 9 مستشفيات تحوي 1,200 سرير فقط تعمل بشكل جزئي وتقدم الخدمات الأساسية، وإذا استمر الحصار دون رفدها بالأدوية والمستلزمات الطبية
فسوف تلاقي مصير باقي المستشفيات بخروجها عن الخدمة، أي أن في قطاع غزة حاليا يوجد فقط 1200 سرير مستشفيات ليصلح إلى المرضى العاديين والجرحى، وهذه قلة قليلة جدا للاحتياجات التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة. إن الوضع الكارثي في المستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية نسرده كما يلي: مستشفى الشفاء أو مجمع الشفاء الطبي، لا تزال قوات الاحتلال تعوث فسادا في كافة أقسام المستشفى المختلفة، وأصبح المستشفى بكل تفاصيله ثكنة عسكرية لقوات جيش الاحتلال، حيث قام جيش الاحتلال صباح اليوم بتوجيه إنذار بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين فيه خلال ساعة واحدة، يعني خلال ساعة بدهم يخلوا ليواجهوا مصيرهم المجهول، حيث تم إجلائهم تحت تهديد السلاح، ولم يتبقى سوى 126 مريض وخمس أطباء بالإضافة إلى 34 من الأطفال الخدج في أقسام المستشفى المختلفة. وهنا أكرر الدعوة لكل المنظمات الصحية والدولية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالضغط على جيش الاحتلال والعمل على نقل الأطفال الخدج والمرضى إما إلى مستشفياتنا في الضفة الغربية لتلقي العلاج فوراً أو إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية، حيث قام وقد قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل عدد من الجثث من مجمع الشفاء الطبي إلى مكان غير معلوم، هذا منذ أمس ينقلون بالجثث، حتى الجثث الموجودين داخل الثلاجة قيل لنا بأنهم نقلوها بما فيها، يعني الثلاجة بما فيها، رحم الله شهدائنا الأكرم منا جميعا. أما بالنسبة إلى المستشفى الأهلي العربي أو المعمداني، يعمل فيه قسم العظام والجراحة والطوارئ فقط بالإمكانيات المتاحة، إلا أن نتيجة نزوح الطواقم الطبية تم توجيه نداء استغاثة للتطوع للطواقم الطبية للعمل فيه، مع العلم أن المستشفى يرزح تحت حصار مطبق من قبل جيش الاحتلال منذ أول أمس، وهذا يهدد حياة المرضى والجرحى والطاقم الطبي فيه، بالإضافة إلى إعاقة الوصول له من قبل المرضى والجرحى، حيث أنه الوحيد القادر على تقديم الخدمات الطبية بشكل جزئي في مدينة غزة. مستشفى العودة الموجود في شمال مدينة غزة لا يزال يعمل بشكل جزئي، ويعمل فيه قسم الطوارئ والجراحة والنسائية والتوليد بالإمكانيات المتاحة، ولكنه لا يزال بحاجة إلى إدخال الوقود وإدخال الأدوية وإدخال الغذاء. مستشفى الحلو الدولي متوقف عن خدمة نتيجة حصاره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان مخصصاً لاستقبال حالات الولادة على أثر التوقف في قسم النسائية والتوليد في مستشفى الشفا. المستشفى الإندونيسي تم قصفه بشكل متكرر منذ الأسبوع الماضي ومحاصر من قبل قوات الاحتلال وهو خارج الخدمة، حيث وصل إليه حتى صباح اليوم 63 شهيدا. المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة حيث تعرض لقصف همجي في الساحات المحيطة به والذي أدى إلى جرح 7 من طواقمه، وهنا نجدد إدانتنا لما قام به جيش الاحتلال من قصف وتدمير وحصار لهذا الصرح الطبي الشامخ الذي قدم ويقدم فيه نشام الأردن الشقيق الخدمة الطبية لأبناء شعبنا في غزة. مستشفى ابن سينا في جنين حيث تم استهداف الطواقم الطبية فيه بالرصاص الحي وقنابل الغاز وحصاره والدخول إلى باحاته في انتهاك صارخ لحرمة المستشفى والمرضى والطواقم الطبية فيه. مستشفى دكتور سليمان خليل الحكومي، مستشفى الشهيد دكتور سليمان خليل الحكومي في جنين، حيث يتعرض المستشفى بشكل دائم ومتكرر خلال اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمدينة ومخيماتها،
ومخيمها للعديد من الاعتداءات على الطاقم الطبي والمرضى من خلال إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي اتجاه المستشفى واستهدافه بقنابل الغاز التي تجعل المستشفى عاجزا عن تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى في محافظة جنين، حيث أنها المستشفى الحكومي الوحيد. مستشفى الأمل في مدينة جنين تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال واقتحام باحاته والتحقيق مع الكوادر الطبية فيه وتعريض حياة المرضى للخطر. مستشفى الشهيد ثابت في طول كرم، حيث تم استهداف المستشفى وقصفه بقنابل الغاز والتي انتشرت في كافة مرافق وأقسام المستشفى ومديرية الصحة، والذي خلف عشرات الإصابات بحالات الاختناق الشديد في صفوف المرضى والطواقم الطبية، خصوصا الأطفال وكبار السن. إعاقة سيارات الإسعاف من أداء عملها في نقل وإجلاء الجرحى والمرضى ونقلهم بحرية إلى المستشفيات لتلقي العلاج في كافة المحافظات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التحقيق مع الكوادر الإسعافية فيها، حتى أن بعض الاعتداءات تصل إلى إنزال المرضى من سيارات الإسعاف على الحواجز العسكرية ومنع السيارات من المرور ونقل المرضى في السيارات العادية، كما حدث مؤخرا على حاجز عناب في طول كرم. إن الخطر المحدق في الصحة العامة في قطاع غزة تندر بكارثة صحية محققة نتيجة الازدحام الشديد في مراكز اللجوء ونقص مياه الشرب وانعدام النظافة وانعدام الأمن الغذائي ووقف برنامج التطعيم الوطني الذي أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الوبائية وتسجيل أكثر من 50,000 حالة إسهال، معظمهم من الأطفال، إضافة إلى التهابات في الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية مثل جدر الماء والجرب وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال التقارير المثبتة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية واليونسف. أمام ذلك كله من الكوارث، ندعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف استهداف وقصف وحصار المرافق الطبية والصحية، ونطالب بالسماح بشكل عاجل بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية لقطاع غزة، وخاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي، وكذلك السماح لدخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى، والسماح بخروج الجرحى والمرضى للعلاج في مشافينا في الضفة الغربية أو إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لتلقي العلاج دون أي إعاقات، ووقف تهجير المواطنين من بيوتهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة. رحم الله شهدائنا الأكرم منا جميعا وشفاء عاجل لجرحانا. شكرا. دكتورة، إذا سمحتي، في من بداية الحرب اللي على هذول الأرض، تفضل. من بداية الحرب أطلقت عشرات المناشدات، صحيح. هل استطعت أن تدخلوا أي معدات أو طواقم طبية إلى قطاع غزة؟ لا. السؤال الأول. السؤال الثاني، لأنه كان القطاع أصلا منهار. السؤال الآخر هو ما يتعلق بالمشفى الميداني الأردني في نابلس، صار عليه ضغط كبير، يا ريت توضحينها هذا الموضوع. أولا، ليس نحن فقط من ناشدنا، الجميع ناشد ويناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وهذه مناشدات من كافة دول العالم وشعوبها اللي شفناهم بالمظاهرات في كل دول العالم، مشكورين رفعوا صوتهم أمام هذا العدوان، لكن آلة الدمار وآلة العدوان الإسرائيلي لم تقف لحظة في عدوانها على قطاع غزة وقصف المنازل، كلنا شايفين شو بيصير. وأيضا انتهاكها الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، مناش نضلنا نكرر لأنه كل مرة بنحكيها، لكن من يعول على المناشدات فقط لا يسوى. يجب أن تتخذ الأمم المتحدة، وخاصة أن الأسبوع الماضي كان في هناك قرار من مجلس الأمن ولم يكن هناك عليه فيتو، أن تقف، أن يكون هناك في هدنة إنسانية
التي لم تحصل إلى الآن، يجب أن تقف الأمم المتحدة عند ذلك ويكون هناك على الأقل في هدنة من أجل أن تدخل أولا كافة المساعدات، ومن أجل أن الناس شوي ترتاح وتأخذ نفس. وبالتالي هذا يعني مناط كيف هي الآلية التي ستتخذها الأمم المتحدة، لأنه يوجد قرار وبالتالي يجب الإلزام. هذا أولا. أما بالنسبة إلى مستشفى الأردني الذي يقام الآن في نابلس، نشكر المملكة الأردنية لهذه المساندة للقطاع الصحي. هذا المستشفى هو مستشفى عسكري، تم التنسيق له ما بين القطاع العسكري في الأردن، يعني الخدمات الطبية العسكرية مع الخدمات الطبية هنا في الضفة الغربية، من أجل إنشاء هذا المستشفى، وهو مستشفى هام. وإحنا طبعا في وزارة الصحة نعلم عن ذلك، حيث تواصل معنا سعادة السفير الأردني، وأول ما أبلغ عن هذا المستشفى هي وزارة الصحة، لكن كان التنسيق ما بين القطاعين العسكريين هنا ويعني في الأردن وهنا، وهو مستشفى سيكون مستشفى ب 120 طاقم من الطواقم الطبية، سيكون حاضرا لمساعدة أهلنا في الضفة الغربية. فشكرا لهم وشكرا إلى المملكة الأردنية لهذا المستشفى. Yes. And Shifa Hospital situation is very, very catastrophic since the military occupation asked since this morning the evacuation of all the medical staff and the patients. They asked them within hour they should evacuate, and of course within hour they cannot evacuate. Therefore, they started to negotiate according to what they told us. However, evacuation happened to the majority of the medical staff and the patients. Right now only there is 126, according to what we get from information, 126 patients, those who cannot. إذا تتحدث بالتأكيد عن وزيرة الصحة دكتور ميل كيلي عن أنه تم هناك معلومات حول توجه الجيش الإسرائيلي لإخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة، وهذا غير كافي لإخلاء المستشفى. Without medical treatment or hospital. They left for them 5 medical doctors. لقد تم ترك فقط 5 أطباء. Those who left, they left for. وهم الذين بقوا في المستشفى. For us, they left and they were given a signal how they should go in a safe corridor. And وتم إخبار من سوف يتم إجلاؤه بأنه سوف يمر عبر ممر إنساني آمن. Although they are not in the sufficient healthy condition to leave the hospital. وليست هناك حالة صحية أو طبية جيدة لإخلاء هؤلاء. Against not only human rights and etc. It's against humanity. And ما يحدث هو ضد الإنسانية. It's questioning about the humanity conditions that is existing right now in Gaza and the humanity concepts that existing worldwide. As well, we asked. I have my communication with the Red Cross and the World Health Organization. تم الاتصال مع الصليب الأحمر. If they can be transferred to the West Bank. إن كانت هناك إمكانية لنقل المصابين أو المرضى للضفة الغربية. Or to Egypt, but if. أو إلى جمهورية مصر العربية. To our hospitals, they are most welcome. إن كانت هناك إمكانية لنقلهم للضفة الغربية فهو مرحب بهم بالتأكيد. Exactly. Without fuel, without medicine, without food, without water. This means that killing them. والوضع في المستشفى يعني كما هو معلوم هناك انقطاع للوقود والغذاء والماء والدواء. يعني شوف، أنا من الصبح أنا أتحدث مع الصليب الأحمر ومع منظمة الصحة العالمية. جاوبتني منظمة الصحة العالمية بأنه أرسلوا فريق من مؤسسات الأمم المتحدة إلى مستشفى الشفاء عشان يشوفوا إيش الوضع ويساعدوا.
هذا ما ذكر لنا. جاوبنا نائب مدير الصليب الأحمر في فلسطين، ووضعناه بالصورة وقلنا له إذا كان هناك سيكون إجلاء لل 126 مريض والأطفال الخدج فأهلا وسهلا فيهم، في لأنه أقرب المسافة يعني في فلسطين في الضفة الغربية، أو إذا يعني إذا لم يسمحوا لأي سبب كان كمان جمهورية مصر العربية. بيحكوا احنا من جا ويل تراي اور بيست. شكرا جزيلا. لا 11 انا بس للتاكيد على الارقام، بيقولوا لي حكيت غلط. للتاكيد على الارقام، الارقام للجرحى 11500 عفوا شهداء 11500 شهيد، منهم 5000 طفل و3200 امراه واكثر من 700 مسن، وفي حين وصل عدد الجرحى الى اكثر من 30000 جريح معظمهم من النساء والاطفال. وهذه الارقام ليست النهائيه، اذ ان هناك تحت الانقاض اضعافهم. تمام، هذه الارقام بلاش. شكرا لكم. شكرا جزيلا. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.